المكسيكي. الكرة لكنها مقطوعة عن طريق أليكس. من جديد كرة طيبة ومراوغة ممتازة بعد التحول، ممتاز جدا. ناري كاستيو يتمكن من افتتاح النتيجة لفائدة المنتخب المكسيكي. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول، مكسيك هدف والبرازيل صفر. ممتازة جدا المراوغة واللقطة الفنية. هو اللاعب الذي يطلب الكرة، هو اللاعب الذي يلعب في العمق، هو اللاعب الذي يلعب في دفاع المنتخب البرازيلي، لاعب أولمبياكوس اليوناني. هذا ثاني هدف مع المنتخب المكسيكي. هذه الإعادة، كرة في العمق، طلب ممتاز، المراوغة ممتازة ورفع الكرة بالحارس دوني، حارس روما ممتازة ورائعة جدا. إعادة، ترويض، يرفع كرة، يخرج دوني، خروج دوني غير موفق، وحارس أوشو إعادة ممتازة المراوغة أمام مايكون لاعب الإنتر، ثم خروج